السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. تحياتي لكم أينما كنتم سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. تحية الناس اللي دائما كيكتبوا لنا في التعليقات كيقولوا لي شكرا على الفيديوهات اللي كتقدم، كتعرف مدينة بركان، كدينا نجولوا في الأحياء، في الأزقة، في النواحي ديال مدينة بركان. المهم أخوتي، ان شاء الله غادي نحاولوا دائما اننا نحسنوا من المحتوى ديال هذه القناه، ننوعوا من المحتوى. راكم شفتوا كاين جولات في وجده، في الناظور، تافوغالت، في زوان، قابويا، السعيديه، بركان. المهم بزاف ديال البلايص اللي كاينين في المنطقه الشرقيه، وكنا درنا فيديوهات اخرين خارج المنطقه الشرقيه في الجهه ديال الشمال. راه كاينه واحد السلسله كامله فيها بزاف ديال الفيديوهات تقدروا تشوفوها، وكتسميتها رحله الشمال. وكاين فيديوهات اخرين في المدينه ديال فاس، في الجهه ديال الرباط، قنيطره. المهم بزاف، غير خصكم تدوروا شويه في القناه غادي تلقاو تما بزاف ديال الفيديوهات. اليوم اخوتي ان شاء الله غادي تكون جوله في مدينه بركان. راكو عارفين انتم عزيزه عليكم الجولات ديال بركان، احياء الشوارع ديال بركان، بالخصوص الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، الناس ديال فرنسا، اسبانيا، هولندا، المانيا، بزاف ديال الدول الاخرين اللي كيكتبوا لنا في التعليقات. شكرا لكم، وما كراش تقولوا لي ما انا بلاصه راكم تفرجوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديكم بواحد الجوله في مدينه بركان. راني على الطرف ديال الواد ديال شراعه، وايضا على اليسر ديالي كاين باكوره، يعني الظهر ديالو. حنا غادي نمشيو مع هذه الزنقه اللي كتفوت بزاف ديال الاحياء، كتفوت الجهه ديال الحي الروميه، حي بويقشار، بزاف ديال الاحياء اخرين. غادي نفوتو من تما وغادي نزيدو نتجولوا في وسط المدينه، نمشيو للجهه ديال الطحطاحه، بنو سينا. المهم تشوفوا معنا الاجواء كي دايره في مدينه بركان. نتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله، نبداو الجوله ديالنا لهذا اليوم. راني بالضبط على الطرف ديال باكوره، هو اللي راه يبان لكم في اليسر السور ديالو داك الصفر، وعلى اليمين ديالي كاينه واد شراعه. ندور لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا. هو الواد ديال شراعه هو اللي يبان في اليمن. كاين داك الكورنيش اللي طويل حتى هو جاي على الطرف ديال الواد اللي كيجيو الناس يتمشاو فيه، كاين اللي كيمارسوا الرياضه، الجري، المشي، كاين اللي يجيبوا الاطفال يتمشاو حتى هما يلعبوا تما، كاين الكازون. المهم بلاصه اللي نقيه الصراحه في مدينه بركان. هي الاجواء هي هذه. هذا واحد من الاضافات في المدينه ديال بركان الصراحه، مزيانه، بلاصه اللي نقيه. الواد هو اللي راه يبان لكم في اليمن. الدعوه مغيمه هذا النهار، ونتمنوا ربي يرحمنا بالامطار. اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الدعوه خوتي، الجفاف، الجفاف بزاف في الاقليم ديال بركان، في المنطقه الشرقيه، في المغرب كامل. الله يحفظه. صافي، راه تعرف حتى نسبه المياه اللي كاينه في السدود راه قليله بزاف. ديك المره سمعت في الاخبار قالوا بان النسبه ديال السدود راها عامره بنسبه 23%، يعني ما وصلش حتى الربع، ما وصلش حتى 25%. وهذه راه الله يحفظ، راه ماشي سهله، ماشي سهله، لان الماء ما غاديش يكون، الماء قليل بزاف. هنا كاينين دوك المأكولات اللي كيبيعوه. المهم كاين كل شيء، كاين اللي كيديروا الشواء، كاين اللي كيديروا الحوت مشوي، كاين معقوده، كاين المهم لي ساندويتش بزاف اللي كاينين تما. هنا على الطرف ديالنا كاين حي القدس، او عفوا السوق ديال القدس. وحي القدس هو اللي في اليسر، هو بويقشار اللي معروف بويقشار. الدعوة مغيمة في بركان هذا النهار. غادي نفوتوا على الطرف ديال حي بويقشار، هو هذا اللي راه يبان لكم في اليسر. وغادي نزيدوا ندوروا على اليسر، نهودوا مع الطريق اللي كتدينا لسوق مليلية. غادي نشوف إلا قدرت ندير شي دخلة خفيفة في بويقشار، نتمنى نقدروا نفوتوا. راكو عارفين الزناقي شويه صغار تما، و فيهم شويه ديرونجمون باش تفوت.
المهم غادي نحاولوا نفوتوا من هنا ان شاء الله نقدروا نفوتوا. هذا هو الحي ديال بويقشار، واحد من الاحياء المعروفه في مدينه بركان واللي عندها واحد التاريخ كبير في المدينه. هاد الزنقه اللي فت بها شويه يعني شويه عريضه، ماشي ضيقه ضيقه بزاف. ولكن تفوت سياره وحده راكو عارفين. تحيه للسكان ديال بويقشار، واحد من اقدم الاحياء اللي كاينه في المدينه ديال بركان. امين. شو هذا طالق رجليه؟ خوتي غادي نفوتكم بالقوس ديال بويقشار، باش ما تقولوش رانا ما نتهلاوش فيكم ولا شي حاجه. احنا دخلنا واحد الزنقه ديال بويقشار وخرجنا بسلام. هذه هي الزنقه اللي تدينا للجهه ديال سوق مليليه. سوق مليليه غادي يبان لكم في اليسر، هذه هي الزنقه ديال سوق مليليه. وكتخرجنا ايضا في المسجد العتيق اللي هو اقدم مسجد في مدينه بركان. هذه المعلومه يعني كاين الناس اللي ما عارفينهاش، بالله هذا المسجد اللي راه انفصلينا هو المسجد اللي دارت فيه اول صلاه جمعه في مدينه بركان في 1930. هو هذا اللي راه يبان لكم انفاس، واللي الاسم ديالو المسجد العتيق. نورمالمون راه بدلوا له السميه، داروا له مسجد ابي بكر الصديق، ولكن الاسم ديالو الاول هو المسجد العتيق، وراه هو اقدم مسجد كاين في مدينه بركان. يعني كنهضروا على المدينه، ما كنهضروش على الجبال ديال بني زناسان ولا النواحي ديال بركان، لان غادي نقدروا نلقاو بالله كاين مساجد تما اللي قدام اكثر من هذا التاريخ. ولكن كنهضروا على المدينه ديال بركان. هذا هو المسجد الاول اللي كاين في المدينه، واللي دارت فيه اول صلاه جمعه اللي كانت في 1930. الدعوه عامره هنايا. المهم غادي نطلعوا شويه مع شارع بنو سينا، نشوفوا الاجواء كي دايره تما، ونتمنى ان الفيديوهات اللي كنقدموا يعجبوكم. كنحاولوا اننا دائما ننوعوا من المحتوى ديال هذه القناه، كيكونوا فيديوهات متنوعين. وإلا عندكم شي اقتراحات لفيديوهات اخرين كتبوا لي في لي كومونت. كاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا يتفرجوا في الفيديوهات وكيعجبهم المحتوى ولكن مازال ما اشتركوش بالقناه. اذا الا كنتو مازال ما تشتركوا، ضغطوا على ديك ابوني اللي كاينه لتحت، ضغطوا على زر الاعجاب، كتبوا لنا شي كومونتير يشجعنا اننا نزيدوا نقدموا المزيد من الفيديوهات. هذه الاجواء في شارع بنو سينا او شارع الذهب كما هو معروف في المدينه ديال بركان. الدعوه عامره الصراحه، كاين الحركه. توقيت تقريبا راه 6، راه 6 ما وصلاش، ما وصلاش يعني 6 نيشان، باقي واحد ربع ساعه هكيك. احنا دروك ما بين العصر والمغرب. Thank you.
We'll be right back.